السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السابع، معكم معلمتكم مس روان محمد. إن شاء الله اليوم رح نبدأ بالدرس الثاني من الوحدة الأخيرة، واللي مطلوب مني النهائي فقط، وبعيد وبكرر اللي بحله فقط أثناء هاي الحصة هو المطلوب، أي إشي ما بحله مش مطلوب منك. عنوان الدرس: الوسيط والمنوال والمدى. طبعا هاي برضو من مقاييس النزع المركزي. المرة الماضية تعرفنا على أول مقياس المقاييس النزعة المركزية اللي كان الوسط الحسابي. اليوم رح نتعرف على مجموعة من المقاييس اللي هو الوسيط والمنوال والمدى. كتير الدرس سهل وبسيط وسريع. فكرة الدرس لهذا اليوم اني احسب الوسيط والمنوال والمدى واحدد المقاييس الانسب لوصف البيانات. المصطلحات رح نستخدمها اللي هي الوسيط والمنوال والمدى. هلأ مفهوم الوسيط الحسابي هو العدد الأوسط اللي جاي بالوسط في البيانات المرتبة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا عندما يكون عددها فردي، أو هو الوسط الحسابي للعددين الأوسطين عندما يكون عدد البيانات زوجيا. إذن رح نتعرف هلأ كيف نيجي نحسب الوسط الحسابي، أو سوري حسبنا الوسط الحسابي بالمرة الماضية، الوسيط لمجموعة من البيانات المفردة. رح نيجي نحسب الوسيط لمجموعة من البيانات. تمام. هلأ واضح هون في بداية الدرس حطت لي مجموعة من البيانات، فمثلا عندي مثالين. أول مثال اللي هو عبارة عن هاي البيانات اللي أنتوا شايفينها، اللي هي 1 و3 و3 و6 و7 و8 و9. هسا إذا كان عدد البيانات لهاي البيانات فردي، هاي نيجي نعدهم 1 2 3 4 5 6 7، عددهم فردي صح؟ إذا كان العدد لهاي البيانات فردي بتكون القيمة اللي بتيجي بالنص اللي هي الوسيط. يعني كيف بالنص؟ هاي 3 قبل و3 بعد في القيمة اللي بتيجي بالنص اللي هي بنسميها الوسيط. أما إذا كان عدد البيانات زوجي، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8، هاي عدد البيانات زوجي، فالقيمتين اللي بيجوا بالنص هم الوسيط. كيف يعني هدول القيمتين اللي بيجوا بالنص؟ هاي 3 قيم قبل و3 قيم بعد، فالقيمتين اللي بيجوا بالنص هدول هم عبارة عن الوسيط. كيف نحسب الوسيط لهدول القيمتين مع بعض؟ نجمع القيمتين اللي جايين بالنص وبنقسمهم على 2، يعني وكأني بطلع الوسط الحسابي للقيمتين اللي جايين بالنص. هاي مجموعهم على عددهم، مجموعهم 5 زائد 9 14 14 تقسيم 2، عددهم 2، 14 تقسيم 2، إذا الوسيط عبارة عن 7. راح تفهم هاي الطريقة أكثر من خلال مثال رقم 1. إذا المطلوب منك بصفحة 134 مثال رقم 1. هذا الشرح اللي أنا شرحته قبل شوي هو شرح سريع. هلأ راح تفهم الوسيط من خلال مثال رقم 1. نقرأه، بقول لي: يبين الجدول المجاور عدد الحيوانات المريضة التي عالجتها جمعية لرعاية الحيوانات في 8 أشهر. بدي أوجد الوسيط والمنوال لهذه البيانات. إذن في مثال رقم 1 رح نشرح الوسيط ورح نشرح المنوال. تمام. هلأ هاي البيانات اللي أنتوا شايفينها اللي حاطتها في جدول تكراري، يعني راح على مجموعة من الحيوانات اللي بدي يشوفها مريضة ولا لا. كان عدد الحيوانات المريضة في أول شهر عبارة عن 29، عدد الحيوانات المريضة في شهر 2 44، في شهر 3 50، في شهر 4 38، في شهر 5 47، في شهر 6 38، في شهر 7 56، وفي شهر 8 94. كان عددهم عبارة عن 94 في آخر شهر اللي هو شهر 8. شايفين هاي القيم أو هاي البيانات اللي بكون معطيني إياها؟ أول خطوة عشان أطلع الوسيط بروح برتبها يا تصاعدي يا تنازلي. رحت نقلت أنا هاي الأرقام عندي هون على الدفتر عشان أفرجيك شو رح أعمل. تمام. نقلت هاي القيم هون عندي على الدفتر، صارت هلأ هاي القيم هون قبالي، نقلتها زي ما هي لسه ما عملتش إشي. هلأ هاي القيم بمسكها برتبها يا ترتيب تصاعدي يا ترتيب تنازلي، وبالترتيب اللي بريحك اللي بتحبه. أنا رح أرتب هلأ ترتيب تصاعدي. أسأل حالي شو أصغر رقم؟ 29. إذن هاي 29 رح أحطها بالأول وحدة. بعد هيك شو بيجي؟ هاني شطبتها من هون عشان ما أرجع أكررها. بعد هيك بيجي عندي 38، بس ال 38 شوف كم مرة، هاي المرة الأولى بكتبها والمرة الثانية برجع بكتبها حتى لو بتكررت أكثر من مرة. برتب تصاعدي أو تنازل القيم بتكراراتها، يعني 38 مرتين، هني كتبتهم 38 مرتين وشطبتهم من هون عشان ما أرجع أكتبهم. بعد هيك شو عندي؟ بيجي 44. إذا ال 44
تيجي بعد هيك، بعد هيك بيجي عندي 47، وبعديها 50. شوف شو ضايل عندي، ضايل عندي 56 و94، إذا بعديها 56 وآخر إشي عبارة عن 94. تمام؟ إذا أول شيء رتبت تصاعدي أو تنازلي، بعد ما رتبتهم أنا هيك ترتيب تصاعد باجي بعدهم كم عددهم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا كان العدد عبارة عن زوجي طلع معي عددهم 8، هل الثمانية زوجي؟ نعم عددهم 8 زوجي. إذا كان العدد عبارة عن 8 زوجي شو رح تعمل؟ بمسك أول قيمة مع الأخيرة عشان أشوف مين اللي بيجي بالنص، اللي وراها، اللي قبل الأخيرة مع الثانية، اللي وراها، اللي قبل قبل الأخيرة مع الثالثة. شو بضل عندي؟ بضل عندي قيمتين جايين بالنص، مين هم؟ 47 و44، هدول هم الوسيط. إذا بحكي له الوسيط، بس لأنهم قيمتين جايين بالنص، هلا إذا كان عدد القيم زوجي راح يكون قيمتين جايين بالنص، عشان أطلع الوسيط لهدول القيمتين اللي جايين بالنص، بمسك القيمتين اللي جايين بالنص اللي حطيت عليهم دائرة بجمعهم وبقسمهم على عددهم، هاي 44 زائد 47 تقسيم عددهم كم قيمتين جايين بالنص؟ تنتين، إذا بقسمهم على 2. يلا نجمع 47 زائد 44، 7 زائد 4 11، 1 باليد 1، 4 و 4 8 و 1 9، إذا 91 تقسيم 2. نيجي نقسم ال 91 تقسيم 2، 9 تقسيم 2 4، 4 في 2 عبارة عن 8، بنطرح 9 ناقص 8 1، بنزل 1، 11 تقسيم 2 فيها 5، 5 ضرب 2 10، وبنطرح بضل 1 عشان أكمل قسمة بزيد 0 على الباقي وصفر فاصل فوق، 10 تقسيم 2 عبارة عن 5، 5 ب 2 10 الباقي 0، إذا انتهينا قسمة. إذا طلع معي الناتج 45.5، هذا الناتج عبارة عن الوسيط. إذا هون طلع معانا الوسيط عبارة عن 45.5. طب يا مس فرجينا كيف الوسيط لما يكون عدد القيم مفردة، لما يكون عدد القيم يا سابع مفردة كيف؟ رح أعطي مثال من عندي مش موجود هون، رح أعطي مثال يعني من عندي هون. لو كان عندي 3 7 10 1 5، تمام؟ هاي شايفين هاي البيانات، بدي اجي اطلع الوسيط لها. اول خطوه قلنا يا بنرتب تصاعد يا اما بنرتب تنازلي، راح ارتب تصاعد، اول شيء الواحد، بعدين الثلاثه، بعدين الخمسه، بعدين السبعه، بعدين 10، هني رتبتهم تصاعد. باجي بعدهم 1 2 3 4 5، طلع عندي عددهم فردي. اذا كان عددهم فردي بتكون القيمه اللي بالنص هي الوسيط. كيف بعرف القيمه اللي بالنص يا مس؟ قبل شوي علمتك طريقه كيف تعرف القيمه اللي بالنص. يلا بمسك آخر واحدة مع الأولى، بمسك قبل الأخيرة مع الثانية، شو بضل عندي بالنص اللي هي عبارة عن 5؟ القيمة اللي جاي بالنص هي الوسيط، إذن بحكي له الوسيط يساوي 5. إذن إذا كان عدد البيانات فردي القيمة اللي بتيجي بالنص هي الوسيط، أما إذا كان عدد البيانات زوجي القيمتين اللي بيجي بالنص كيف بطلع لهم الوسيط؟ بجمعهم وبقسمهم على 2، بجمعهم بقسمهم على 2 بطلع معي الوسيط. تمام؟ إذا هيك خلصنا. لا ما انهينا مثال رقم 1، إحنا طلعنا الوسيط. حكي لي طلع الوسيط والمنوال. هسا مفهوم المنوال يا سابع هي القيمة الأكثر تكرارا، مين أكثر وحدة تكررت من هاي القيم؟ بتلاحظ إنه 29 تكررت مرة واحدة، 38 تكررت مرتين، 44 مرة واحدة، 47 مرة واحدة، 50 مرة واحدة، 56 مرة واحدة، 94 مرة واحدة. مين القيم من هاي القيم أكثر إشي تكرر؟ مين هي؟ 38. إذا المنوال تعريفه يا مس هو أكثر القيم تكرارا، أكثر القيم تكرارا. مين أكثر هاي القيم تكررت اللي هي 38؟ إذا المنوال عبارة عن 38، مفهوم؟ تمام. خلينا نشوف مع بعض سؤال أتحقق من فهمي اللي موجود بالصفحة 135. بقول لي تمثل البيانات الآتية عدد السعرات الحرارية في عدد من حبات الفاكهة، بدي أوجد الوسيط والمنوال لهذه البيانات. نقلت هاي القيم هون عندي هاي البيانات، أول خطوة عشان أوجد الوسيط حكينا يا إما بنرتبهم تصاعد يا إما بترتبهم تنازل، اختار الطريقة اللي بتحبهم. يلا أنا رح أرتبهم برضو تصاعدي. مين أصغر قيمة جاي من هاي القيم؟ سوري كأنه هاي القيم هي نفسها المثال اللي إحنا حليناه، هاي القيم
لا بتختلف عنها. لا يلا إذا رح نرتبهم ترتيب تصاعد، مين أصغر قيمة اللي هي عبارة عن 29. تمام، بعد هيك هني شطبتها من هون عشان ما أكررها. بعد هيك شو بيجي عندي؟ 38. بعد هيك بس 38 مرتين، إذا بدي أرجع أكتبها. بعديها بيجي عندي 44، بعدين 47، بعدين عندي 50، بعدين 56، وآخر إشي 94. هيني رتبتهم إذا أنا ترتيب تصاعدي. بعد ما رتبناهم ترتيبا تصاعديا، هلأ شو بدنا نيجي نعمل؟ بدنا نيجي نحكي عدد القيم، كم عدد القيم الموجودين هون؟ نفس البيانات، نكرر السؤال. إذا يا سابع، هاي البيانات اللي حاطت لي إياها هون في أتحقق من فهمي هي نفسها اللي حليناها، فالسؤال مكرر. معناته إذا نفس الطريقة عشان نيجي نحسب الوسيط الحسابي، إننا نيجي نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 8. معناته زوجي، إذا كيف تطلع الوسيط؟ أول آخر قيمة مع اللي أولى، اللي قبل الأخيرة هي بعيده كمان مرة مع الثانية، اللي قبل الأخيرة مع الثالثة. بضل عندي قيمتين بالنص زي ما حكينا. كيف بضلع الوسيط الحسابي للقيمتين بالنص؟ بجمعهم وبقسمهم على 2. طلع معنا قبل شوي الوسيط الحسابي 45.5. أما المنوال هي أكثر قيمة تكرار، مين القيمة من هاي القيم تكررت كتير اللي هي 38. إذا المنوال عبارة عن 38. إذا سؤال أتحقق من فهمي هو نفسه مثال رقم 1 مكرر ليه.